بالتأكيد خلال هذه السنتين عانوا ما عانوا من وضع اقتصادي سيء ووضع صحي والظلم والقتل والتهجير، فلا بد من تقديم المساعدات لهم بشكل سريع جدا، وناشد المنظمات العالمية والدولية بتقديم المساعدات لهم لأنهم قد ظلموا كثيرا خلال هذه الفترة التي سيطرت عليها تلك العصابات الإجرامية. بالنسبة للطلبة الذين التحقوا خلال العام الماضي، الذين حتى في الشهر السادس تمكنوا من الهرب من تلك العصابات الإجرامية، سمحت لهم وزارة التربية بداء الامتحانات ومن ضمن الامتحانات الوزارية أو مع الامتحانات مع الدور الثاني، واعتبارا لهم كدور أول.